السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدنا إخواني أخوات، عدنا لكم دائما مدينة ميدون في العاصمة التفاح جوهرة الأطلس لؤلؤة المغرب، وعدنا لكم من زايدة إخواني أخوات، عدنا لكم من زايدة. ومن لم يعرف زايدة هذه فرصة ثمينة، تعرفون على زايدة وخيرات زايدة من مدينة ميدالت. الله الوطن الملك شعارنا المقدس. تريد اعوي شي يصير بعدي وزراي قالوا قالوا باوي اوي نشيدو قالوا قالوا اوي نشيدو ويا قوي ياسين نايس التفاح إخوان، التفاح زايدة. زايدة، ومن لم يعرف زايدة من مدينة ميدالت، أكلات، حلويات، سيوات، فتاتي، لحوم، ثم التفاح. فلا يمشي نتونا تدور ويدا ويجا وشا ووا خخرين شي اي مورنا يا ولا دكتور التفاح. يا ويكون ديون ما يهز حي يا بلاد يا بلاد ويش كتونا ويتدر ويتوشا يا ما خاف اللي بنجي يا
زايدة. We're gonna make it.
إذن إخواني أخواتي، مع السلامة حتى نلتقي في فيديو آخر، في منطقة أخرى، في كلام آخر، في درجة أخرى، في موضوع آخر. طريق السلامة، طريق السلامة، وزيارة ومتعة وعودة إن شاء الله إلى مدينة مكناس بعد أن قضينا أيام حلوة في المعرض للصناعة التقليدية، أيضا في الملتقى الوطني بدورته الرابعة بمدينة ميداد. وهنا سنودعكم إخواني أخوات، حفظكم الله ورعاكم ودمتم في رعاية الله. مع السلامة إخواني أخوات، مع السلامة وطريق السلامة، مع السلامة وطريق السلامة، وعودتنا ميمونة إلى مدينة مكناس. والحمد لله والشكر لله، كانت أيام حلوة، كانت أيام جميلة، كان لقاء مع عدة أشخاص، كان دردشة ونقاش وحوار على ما يهمنا وما يهم خاصة التفاحة ميدالز. إذن إخواني أخوات، الناس العزاز، الناس طيبين، thank you very much، thank you so much. كيفاماس كبورا كبورا اتضوص بيان، كل شي بخير الحمد لله والشكر لله. طريق السلامة وزيارة ومتعة وعودة ميمونة إن شاء الله إلى مدينة مكناس. مكناس موروكو، ميدالت ماروكان، سي لا كابيتال دو رابو، ميدالت الحبيبة، ميدالت الغالية، ميدالت الحبيبة، ميدالت الغالية، جوهرة الأطلس لأمة المغرب. إذن إخواني أخوات، نقطتنا حاليا هي بولاجول. بولاجول يا إخواني أخوات، وطريقنا إلى مدينة مكناس. بولاجول يا إخواني يا خوات،
والمنفاس على اليمين فاس كلمان فدروا زيد أثروا ما زور ذلك فندق للكاط مرحبا بكم سويني بيانفيني شينو إذن إخواني أخواتي سنودعكم وهنا الاستراحة وهنا سنأخذ قسطا من الاستراحة ثم سنستكمل رحلتنا إلى مدينة مكناس. شكرا لكم، شكرا الأوفياء، شكرا للناس العزاز، شكرا لمحبنا القناة الصغيرة، نحبكم في الله ونتمنى لكم دائما السعادة وطول العمر ودرية صالحة إن شاء الله خير للجميع.
دمتم في رعاية الله.